لهذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف. حالة المصريين في أكتوبر، البطولات الشعبية، الناس شيء من الحرب، بقلم محمد توفيق، كتبنا الكبير الرائع محترم صديق العزيز محمد توفيق. منورنا. نورك. عامل ايه؟ كله تمام؟ زي الفل. تمام. بص يا سيدي، انا قدامي 20 دقيقة قد يتخللها فاصل قصير جدا جدا جدا. شيء من الحرب، الجزء الاول، السلاح السري. ايه ده؟ يمكن انا يعني هقول القصة باختصار قدر المستطاع. انا اشتغلت على الفترة اللي من 67 ل 73 يوم بيوم، يعني جبت الجرايد يوم بيوم من 67 ل 73 تقريبا كل ما صدر في مصر قريته. حلو. وطلعت منه حوالي 20 او 25 الف قصاصة عشان اشوف ايه اللي حصل من 67 وصلنا ل 73، لان هي المسألة مش في يوم وليله ويلا وان شاء الله ربنا يكرمنا ومساله في سيلف يعني. وحبيت اشوفها الشعب كان ليه دور فيها عامل ازاي، لان احنا طول الوقت عندنا نوعين من الكتب لما بنيجي نتكلم على الحرب. النوع الاولاني، وطبعا نوعين عظام واساتذتنا يعني، وحاجه يعني اساتذتنا كمان، استاذ هيكل اللي هو التاريخ السياسي لحرب اكتوبر طبعا، والناحيه الثانيه انا رايي المشير الجمسي تحديدا التاريخ لأكتوبر عسكريا. أنا رأيي هو خلص الكلام، يعني كل اللي بعد كده يعني عزف على نفس النغمة بشكل أو بآخر، مع احترامي طبعا لكل المذكرات اللي اتعملت في السياق ده. فطول الوقت بشوف أن الاتنين دول عشان تعمل حاجة مختلفة محتاج تدور على طب الناس في الحرب كانت عاملة ازاي، تفاصيل قدر المستطاع قعدت أشتغل عليها من سطرين في جورنان وقعد أكملها على مدار 6 سنين في كل التفاصيل، من اول ان الشالين كانوا بيعملوا ايه على مدار 6 سنين اللي هم هنكتشف ان هم تابوا في 73، والناس ما فيش مواطن مصري تعرض لحادث نشل واحد يوم 7 اكتوبر، والنشل كان واصل لمداه بعد 67 لدرجه انه ابتدت تتعمل قوانين النشل، طلع من انك تتسجن شهر لتتسجن 15 سنه عشان ما همش لاقيين حل عشان يوقفوا الجريمه المنتظمه دي. والمسألة دي على مدار الفترة دي بتقعد تشوف طب الناس يعني الموظف بيعمل ايه، تكتشف ان الموظف ده في حالات اختلاس رهيبة جدا في الفترة الأولانية، الموظف ده هيتحول لانه بيروح الشغل يوم العيد في 73. شوف ان آلات عاملة ازاي. بالظبط، يعني انا عشان كده قلت يعني على طول بدل ما يعني اسف في التفاصيل نشوف على طول الناس تحولت ازاي. فتتحول الحرب اللي زي ما قال عليها الشاعر الكبير أمل دنقل من انها تثقل القلب لتسعد القلب. احنا لما بنيجي نتكلم على حرب اكتوبر بنبقى مبسوطين. الطبيعي ان الحرب بتثقل القلب، الطبيعي ان الواحد بيتضايق لما يجيب سيره الحرب. احنا ليه بننبسط؟ لانه ليالي الحرب بشكلها الطبيعي انا مسميها ليالي زرقاء. ليه بقى؟ لان احنا طول الوقت نعرف انواع ليالي اخرى، لكن ليالي الزرقاء دي لانه في الحرب انت محتاج تدهن كل حاجه زرقاء، الشبابيك ازرق، الفوانيس بتاعت العربيات ازرق، كل الازاز ازرق، كل حاجه في حياتك بتتحول للون ازرق، فالناس بتبقى كارهه اللون الازرق. فقعدنا من 67 لحد ما قبل اكتوبر 73 كارهين اللون الازرق، لحد مساء 6 اكتوبر والناس بتدهن اللون الازرق ابتدت تحس ان بتدهن الازرق بتاع البحر والسماء، فجأة تحول الأزرق للون مبهج. فالأزرق ذهنيا عنده اختلف تماما، نفسيا عنده اختلف. صحيح. بعد ما كان الأزرق المرتبط بالغارة أصبح الأزرق المرتبط عنده بالبهجة. صحيح. والحياة. صحيح. فالناس نفسيتها تجاه كل تفصيلة صغيرة، يعني كان تفصيلة لون، احنا مش بنتكلم لما نيجي نتكلم في تفصيلة سلاح سام 6 مثلا. سام 6 أنا لقيت قصة غريبة جدا، والاغرب ان هي موثقه، يعني هي منشوره في الاهرام ساعتها، ان طبعا احنا كانت مساله الصواريخ سام 6 دي الناس كلها بتتكلم عنها على القهاوي وبسبب بطولات الجيش المصري في في 73، لدرجه انه الفنان الكبير شكوكو عمل اغنيه
مغرم صبابة يا بابا بثلاث ستات، 6 أكتوبر وسام 6 وست ساعات. في مواطن مصري سمع الأغنية وكان طول الوقت سام 6 بقى حاجة جميلة، لأنه يعني أنا رأيي أنه وده مش أي شخص، ده موجود حتى في كل مذكرات العسكريين، أنه الجندي المصري برع في استخدامه أحسن من اللي صنعه نفسه. ففي مواطن مصري راح يسمي ابنه فقرر يسميه سام 6 عبد اللطيف. لا والله، ودي وقعة منشورة في الأهرام، يعني أنا بتكلم على جورنان معتبر ومعتمد وفي الصفحة الأخيرة وكل حاجة. قرر إنه يسمي ابنه سام 6 عبد اللطيف محمود. فبقى سام 6 ده راحوا فالراجل في السجل قال له يعني اكتب سام 6، فراحوا للمدير بتاعه فقال له هو ينفع نسمي سام 6؟ بص الراجل كده وقال له هو عموما ما ينفعش، بس عشان اللي بيعملوا سام 6 معانا احنا موافقين. وسمى الولد سام 6 وقال له ربنا يجعله لك زي الصاروخ. فكمان المسألة اتعاملت بتفاؤل، فده يقول لك الناس كانت متلاحمة مع المعركة بشكل متجاوز الشكل التقليدي. يعني احنا طول الوقت بنجيبها ان هم كانوا في رمضان اول ما سمعوا اول بيان الناس حضنت بعض، الحقيقة ده ما حصلش خالص، يعني ده مشهد سينمائي بس. طبعا الناس ابتدت تتفاعل مع الحرب من البيان السابع. البيان الاول والثاني والثالث دي كانت، البيان الاول اصلا ما كانش فيه حاجه، البيان الاول كنا بنقول ان هم اللي بيهاجموا علينا مش العكس، لانه كان مراعين المعايير الدوليه والخداع الاستراتيجي العظيم اللي اتعمل في حرب اكتوبر، وبالتالي فالبيان الاولاني لم يقل شيء، احنا بس بنوثق في حاجه حصلت بس مش عارفين ايه هي. في البيان الثاني ابتدينا نقول ان في مناوشات، يعني حاجات رايحه جايه. في الثالث يعني يبدو ان احنا بنعمل حاجه. الناس متعوده على البيانات دي، يعني اللي عاش الفترة من 67 ل 73 وبيسمعنا دلوقتي هيعرف انه ده عادي، ان احنا طول الوقت كنا بنعمل عمليات حرب الاستنزاف، عمليات عظيمة جدا وبيتم الاعلان عنها بشكل او باخر، فاحنا متعودين. هنوصل للبيان السابع، الناس هتبتدي فعلا تتفاعل وتبتدي ترقص وتبتدي تحتفل وتبتدي الراديو يتحول لاهم حاجة في حياة المصريين في الوقت ده، والناس كلها ملتفين حوالين الراديو لانه التلفزيون غالي وعند ناس معينة، وحتى القهوة نفسها مش أي قهوة عندها تلفزيون عشان تقدر تروح تفرج عليه على القهوة يعني، وبالتالي فأنت مستني أي بيان. فالناس تحولت لأنه ودنها ملتصق بالإذاعة المصرية اللي عملت دور عظيم بالمناسبة في التوقيت ده، وإنه في مراسلين من الإذاعة المصرية طبعاً راحوا طبعاً للجبهة، زي ما في صحفيين كتير راحوا للجبهة ووثقوا لحظة بلحظة اللي بيحصل، وكانوا مقاتلين، مش بس التوثيق انه بالقلم او بالميكروفون، لا هو كان لابس لبس مقاتل ومعرض انه يتقتل. يعني دي جزء ان احنا للاسف في الدراما ما بنقولوش خالص، ما كانش لابس زي دلوقتي بيبقى فيه زي بتاع الصحافه ويبقى مكتوب عليه ان ده صحافه وخوذه مكتوب عليه انه ده صحافه، لا هو لابس الزي القتالي. والحقيقه حتى لو عليه زي مكتوب صحافه الحقيقه العدو ما كانش بيهمه الكلام ده خالص. يعني ده ربنا يوفقك معاه، يعني صحافه هبقى اداء واشوفه حاضر ماشي بعدين. لكن فما كانتش دي، فكان بيروحوا لمناطق خطر جدا. استاذ جمال غطاني راح لاماكن خطر جدا صحيح. في التعامل، وبتشوف ابطال لو هم صادف حظهم ان هم اتولدوا في امريكا كان هوليود ما وراش غيرهم، يعني ابراهيم الرفاعي ده اهم من كل الافنجرز اللي عملوها في حياتهم. وده عمليات حقيقيه مش على الورق، مش بطل من ورق صحيح. مش بطل من كرتون، لا بطل حقيقي، مش خيال هوليودي يعني. مش خيال هوليودي، وانت عارف انه في النهايه للاطفال، ده للاطفال والكبار ولكل حد يقدر يستوعب ان ازاي حد زي ابراهيم الرفاعي عمل بطولات خلف خطوط العدو، وانه كان رغم انه قائد كبير وانه كان عقيد في الوقت ده صحيح، لكن كان بيصر انه يروح بنفسه. ويمكن انا كان عندي الحظ ان انا قابلت زوجته واولاده وعملت معاه حوار من كام سنه، ففكره انك شخص بيروح يصر يبقى في الصف الاولاني، بيصر انه يمشي واقف رغم انه العمليات طول الوقت اللي خلف خطوط العدو لازم تبقى بتزحف عشان توصل للمكان اللي انت عايز تروحه، لا طبعا. هو بيفضل ماشي على رجله عادي جدا وهم وراه بيزحفوا، فلدرجه حتى تحس ان هو بطل من الاساطير الاغريقيه جدا جدا، لدرجه انا بسال حد من ابطال المجموعه بقول له طب ازاي، ما هو ده ما هو هينشوه من قبل ما يطلع، يعني ما هو ماشي.
قال من كتر ما هو ماشي محدش مصدق ان في حد ماشي. ما هو محدش يمشي هنا. فيظن العدو ان دي اكيد ظلال اكيد خيال، اي حاجه غير ان في واحد قرر يمشي على رجله ويجي لنا برجله، يعني دي مساله اكيد مش هتحصل. الانقح انه كان بيصر يتصور في العمليه، ففي صور للعمليات، فكمان فلاش الكاميرا ده في العمليه ده خطر جدا. لا احنا كمان هنتصور، احنا على ارضنا، انت الغلطان، انت اللي جاء ارضنا، فانا من حق اتصور ومن حق امشي على ارضي وعمري ما هوطي راسي في ارضي. فالقيم دي اللي كان بيزرعها قائد زي ابراهيم الرفاعي في مجموعه 39 قتال، وكانت مصر كلها بقت بتتكلم على البطولات، لان كل بيت في مصر كان ليه حد في المعركه، صح. سواء كان ليه جندي في المعركه بشكل واضح او هو نفسه شارك، لان انواع المشاركه احنا طول الوقت حاصرينها في المشاركه العسكريه. لا احنا الحقيقه عندنا ناس شاركت بالدم، مفيش تقريبا مصري ما تبرعش بالدم في التوقيت ده، مفيش حد ما راحش يشتري يا اما سند الجهاد يا اما يتبرع ومش عايز سند جهاد، يعني مش عايز حتى ان يبقى فيه وثيقه، يعني يتبرع للتبرع بس. ويتبرع بكل انواع التبرعات، يعني في ناس تبرعت بالصابون، يعني في بنت صغيره قررت تروح تتبرع بقطعه صابون وعلبتين سجاير، فبيقولوا لها ايه التبرع الغريب ده؟ قالت لهم اصل انا بشتغل بنت حارس عقار، فشغلتي ان انا اروح اجيب الطلبات للناس في العماره، فقررت ان كل الفلوس اللي هقدر احوشها من الطلبات دي اجيب بيها حاجات للجنود، فدول قدرت احوشهم. فانت متخيل انه الطفله صغيره بنت حارس عقار، مش هنتكلم بقى على التعليم ومستوى المش عارف ايه والثقافه فازاي دي ما تقدرش تقول انها شاركت في القتال؟ شاركت طبعا. بالاضافه ان احنا طول الوقت حتى بنتكلم على حصرين المشاركه على فئات بعينها، كل الفئات شاركت. يعني ضروري طبعا الرجاله شاركوا، الستات شاركوا مشاركات عظيمه جدا. عندنا الاطفال شاركوا، وفي يمكن انا حتى عامل فصل في الكتاب اسمه المجهود الحربي للاطفال، الناس هتستغرب جدا من فكره انه ازاي اطفال كتير شاركوا في الحرب ودفعوا فلوس وعملوا، ازاي الناس حتى قللت السكر بتاعها في الشاي واكتفوا بحلاوه النصر. يعني فكره ان انا هشارك بان انا هقلل السكر بتاعي، خد بالك احنا حرب في رمضان، فعشان تفطر انت بعد الفطار عايز تعمل بقى الحلويات وعايز تنبسط وعسل وغرقانه في العسل والحاجات والكنافه والقطايف والقصه دي، ازاي المصريين هيستغنوا عن ده؟ حته جمله، قللوا السكر واكتفوا بحلاوه النصر. صحيح. انا هستاذنك هروح لفاصل سريع جدا وهنرجع لازم نكمل الكلام ده، وخصوصا مساله السلاح السري، انا عايز اعرف السلاح السري من وجهه نظر محمد توفيق في شيء من الحرب ايه؟ استنونا. سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة 73 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. ولسه دلوقتي صديقي العزيز كاتب ده الكيلوس محمد توفيق لسه حالا قايل لي دلوقتي على برضه حاجه من الحاجات اللي عملها ابراهيم الرفاعي خلاني اللي هو ايه ده على موضوع بطل المصارعه. طبعا ده شيء مذهل. طيب الناس قللت السكر او استغنوا عنه في بعض الاحوال واكتفوا بحلاوه النصر. صحيح. اكمل. هي اللي اتعمل، انا رايي ان احنا فعلا اللي كتب له يعيش في الوقت ده في مصر شاف المدينه الفاضله بعينه، يعني شاف الناس الى هذا الحد وببساطه. اصل هي المساله يعني احلى حاجه في المساله دي انه شارك فيها 30 مليون مش سر، يعني كل بيت بيحكي للاجيال اللي بعده
هو شاف ايه؟ انت عندك محافظات كانت على خط النار، طبعا احنا عارفين ان هو السويس، بورسعيد، اسماعيليه. لا احنا الحقيقه برضو كان عندنا الدهليه كانت على خط النار، القليوبيه كانت على خط النار، والشرقيه كانت على خط النار. ويمكن انا من حظي اللطيف وانا في اثناء رحله البحث اللي يعني قعدت سنه وشهرين بحث غير الكتابه بعد كده، كان لقيت المجلد بتاع مجله الشرقيه سنه 73، فشفت انه الشرقيه ازاي كان الاطفال بيتعرضوا لي يعني قنابل ومشاكل وكميه استهداف للمدنيين في الوقت ده بشكل جبار، وازاي في صمود عظيم، بالاضافه لانه رصد بقى المجتمع كله خلال الست سنين. يمكن انا في الجزء الاولاني كنت مركز على الفن، تحديدا دور الفن في المعركه. هو ده السلاح السري؟ ده السلاح السري. وده الحقيقه السلاح السري اللي الاعلام كله يعرفه، يعني خاصه سلاحنا السري في الوقت ده كان ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب وشاديه ورشدي، وطبعا عدد كبير جدا من الفنانين العظام اللي كلهم اتبرعوا للمجهود الحربي. طبعا ام كلثوم كانت راس حربه، يعني ما ينفعش حتى تبرعاتها تقارن صحيح بحد، لانه كانت في مستوى تاني يعني. بالظبط. لكن الحقيقه كله تبرع، كله عمل حفلات. يعني في الوقت اللي ام كلثوم كانت بتعمل حفله في فرنسا، كان عبد الحليم حافظ بيعمل حفله في انجلترا. وبالتالي فانت بتستعيد قوتك الناعمه بمنتهى القوه في ارض الناس المؤيده للعدوان. فانت رايح فرنسا وانجلترا اللي كان من شويه كانوا اصلا بيتامروا عليك في وقت من الاوقات، ورايح لهم تعمل اول حفله بعد 67 هناك، وبتكمل المسيره دي على مدار 6 سنين. البلد ما يقسيتش رغم طول الوقت انه هي الحرب امتى، وده كان السؤال للمصريين اي حد يقابل اي حد في 6 سنين دول، هي الحرب امتى. لكن كان في شقين للحرب، شق انت ما ينفعش تعرفه وفي كميه خداع استراتيجي، بس انا رايي ان الشعب المصري هو اللي عمل الخداع الاكبر. بالمناسبه الشعب اللي كان يوم 5 اكتوبر بيتخانق قدام الجمعيه، يوم 7 اكتوبر بيقول لك اتفضل انت كل الاكل مكاني وبالهنا والشفاء، هو ده كان خداع الاستراتيجي الحقيقي. انك العدو بيرصد المجتمع من جوه، فبيلاقيه يا عيني صايم وتعبان وطالع عينه، وعشان يجيب فرختين من الجمعيه محتاج يعمل معجزه كونيه، وعشان يجيب حته صابون محتاج. طب انا عندي سؤال، ويمكن ده هيبقى سؤالي الاخير، وقدامي دقيقتين. حاضر، انا ملتزم بالوقت انا ومحمد. ال 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 الشعب ده شديد الغرابه، شديد الغرابه ومهول، وقدرته على المفاجاه اظنها غير مسبوقه وعمرها ما هتتكرر. ده حقيقي. السؤال بقى ليه؟ ليه؟ لانه يعني انت الراصد للموضوع. تصوري وفق اللي شفته انه الشعب اول ما لقى الحاجه اللي هو بيدور عليها اللي هي 6 اكتوبر قرر يضحي بكل حاجه، لدرجه ناس عملت تضحيات ما حدش يتخيلها. يعني انه حد يقرر يدي كل الفلوس اللي بيمتلكها للجيش في الوقت ده، دي مساله احنا عارفين ان الشعب طول الوقت قلقان من بكره عشان يحوش عشان يعمل عشان يسوي. الناس اتبرعت بكل ما تملك. مساله التصديق في انه الحرب دي احنا لازم ننتصر، وان انا هبقى شاركت بكل تفصيله، انا هبقى شاركت بقطعه صابون بالمناسبه، انا بشاركت بان انا بقلل السكر في الشاي. التفاصيل دي خلت الناس كلها ممكن تشارك. انت لو حصرت بس المشاركه، ده في كوره في مصر بالمناسبه قررت انه مفيش حاجه اسمها فيها انه الخدمه العسكريه حد بس يقدمها من افراد الاسره. ان عندي ولدين الاثنين يطلعوا، عندي 4 الاربعه يطلعوا، عندي 10 على 10 يطلعوا. وكان بيستقبلوا الجندي اللي جاي من الجبهه ان البلد كلها بتطلع تستقبله. فمساله التعامل مع الحرب بالشكل ده كان جزء منه ليه علاقه بانك جاي بعد شقه، انت قاعد مستنيها. انت مش مجرد انك اتفاجئت، طبعا الناس كلها اتفاجئت، بس في نفس الوقت انت قاعد منتظر اليوم ده. فلما جه قررت تطلع احلى ما فيك واعظم ما فيك وانبل ما فيك، وحاجه لا يمكن حد يعني هي حتى ما تأرخلهاش بشكل مظبوط. يمكن انا قعدت اشتغلت يوم بيوم حرب اكتوبر لحد ما نوصل للعيد، لان احنا برضو حاربنا في العيد، ودي حاجه طول الوقت احنا ما بنتكلمش عليها، احنا متخيلين حاربنا في رمضان بس، بما فيها حتى تفاصيل رمضان. احنا طول الوقت حاربنا في رمضان، لكن مش قادرين ندرك يعني ايه حاربنا واحنا صايمين. احنا بنقولها بس من ناحيه الصيام، لكن الناس اللي في البيت اللي هي كانت عايزه تودي كل حاجه للجنود، الست اللي هتضطر تقسم وقتها،
8 ساعات عايز اتبرع بيهم مكنه الخياطه، الايراد بتاعها ده يطلع للجيش؟ يعني انا كان تعدادي وقتها 30 مليون، بس الواقع بيقول انه الجيش المصري وقتها كان هو ال 30 مليون. صحيح صحيح، كل الناس كانت جوه. صحيح، كل الناس كانت شريكه. صحيح، وكمان والشعوب الحره جت وقفت معانا، يعني كل الشعوب الداعمه. بالمناسبه بتكتشف ان في شعوب، طبعا الدول العربيه كلها كانت بتدعم، لكن بتكتشف كمان انه البرازيل كانت بتدعم، وبتكتشف انه في دول يعني والصين كانت بتدعم، تكتشف ان في دول كتير كانت بتدعمنا في الحرب، لانه ما حدش صدق اللي الشعب المصري عمله. مش يعني فكره انه بقى جيش وشعب حاجه واحده، انت مش قادر تقول هو انهي فيهم الجيش وانهي فيهم الشعب. ما هو الشعب هو الجيش والجيش هو الشعب، لانه في النهايه الحرب ما خضهاش مليون بس كانوا على الجبهه في الوقت ده، لا خضها 30 مليون. كل واحد عايش في الوقت ده كان عنده معاها ذكرى، حتى يعني بقى بيستقبل يوم العيد اللي هو 6 اكتوبر. فالناس بتقول لبعض، كل اللي بالمناسبه تحديدا اللي اتجند في الحرب بيقولوا صوم طيب يوم العيد اللي هو 6 اكتوبر ده، بالنسبه له اهم من عيد ميلاده واهم من اي ذكرى في الدنيا بالنسبه له. النهارده اديت لي 3 هدايا، كتاب باهداء اكتر من رائع، اكبر بكتير مما استحق، واديت لي عرض وتحليل رائع للشعب المصري وازاي اتحول ال 30 مليون مواطن كلهم للجيش المصري، واديت لي انا بقى والمشاهدين صوره جرعه روح، سميها زي ما تسميها، لمدى قدرتنا على الفعل. صحيح. مدى قدرتنا على الفعل. صحيح. دي حاجه مذهله جدا. انا عايز اشكرك جدا قوي خالص. شكرك. وانا لان انا طماع في الكتب، فمش بس انا بقى فرحان بالكتاب ده، انا هاخد الجزء الثاني كمان. طبعا طبعا. طب حبيبي ربنا حبيبي يا محمد، ومش عارف اشكرك ازاي انك نورتنا النهارده، ودي الحاجه الرابعه انك نورتنا النهارده بوجودك معانا، كاتبنا الكبير الرائع اللي دائما دائما بالمناسبه يبهرك بمؤلفاته شديده التميز وشديده الاختلاف. دايما محمد توفيق مع حفظ اللقب عنده زاويه بتاعته، حاجه كده زي محمد منير، هو بيلعب في زاويه ما فيش حد غيره بيلعب فيها تقريبا. اذا انا عندي في مصر جيش 105 مليون بني ادم، يبقى انا اكبر واقوى جيش على الارض على رأي فؤاد المهندس الله يرحمه، مش كده ولا ايه؟ خلصت الحلقه لحد كده، بس ما خلصش الكلام، وكريم رمزي واقف هناك يتابع تليفونه احدث الاخبار، داخل لنا حالا وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كلنا العمر فهنقابلكم بكره ان شاء الله وبرنامجكم التاسعه. سلامات.